واحد السلام عليكم. سمعت واحد الاشاعات كتدور في الفيسبوك ديال الشخصيه اللي واحد قال تيطوان بعت الماتش ب 200 مليون لطنجه. انا بغيت نوضح لكم واحد الحاجه ونقول لكم واحد الميساج فيت فيه. هاد الشيء اخويا ما تقالش، انا واحد لا عليه الفلوس من سيرج برومي ميطا اللي قلت ليه حنا جات المنحه للفريق خدينا منها سالير. هاد الشيء اللي قلت ليه ما قلت ليه حتى شي حاجه، والجمهور كيبقى كبير وانا كنبغي الجمهور وهو كيبغيني. او داك الشيء اللي شفت تكتب في الفيسبوك ما نكذبش عليك، شي حاجه ما قلتيهاش باش ما تحسبش عليك. والحمد لله حنا بقينا بروميير ديفيزيون بفضل الدراري وفضلكم نتوما اللي تبعتونا. الحمد لله عطيتونا السند في دوزام تور، كنشكركم بزاف ونتوما راك ديما في القلب وغتبقاو ديما في القلب الحمد لله. وهذا الشيء اللي بغيت نوضح لكم، انا ما قلتش شي حاجه اللي غنخلق مشاكل ولا ما نكذبش عليكم. انا الحمد لله ما قلت لكم لا غنمشي لا رجاء لا وداد لا جيش. انا الحمد لله هاد الساعه باقي ما كاين والو. وميرسي بوكو، مبروك رمضان وسمحوا لينا بزاف. شكرا لكم والسلامه.